ومن جديد مشاهدينا الكرام جولة مع صاحبة الجلالة وأهم العناوين والمنشطات في صحف اليوم. بيكون معنا إن شاء الله بالرأي والتحليل في هذه الجولة الأستاذ محمد الشماع الكاتب الصحفي. اهلا بحضرتك. صباح الخير يا استاذ محمد وأهلا بحضرتك معانا. ونبتدي مع حضرتك ومع الساده المشاهدين هذه الجوله الصحفيه من اليوم السابع، وملحمه طوابير المصريين في الخارج مستمره امام السفارات. 100 صوت انتخابي في الدقيقه خلال ثاني ايام الانتخابات الرئاسيه، والخارجيه 112 الف صوتوا في السفارات المختلفه حتى منتصف امس، واقبال غير مسبوق في دول الخليج. أستاذ محمد، كيف تابعت يعني هذا الإقبال الغير مسبوق والكثيف حقيقة من قبل المصريين في الخارج في هذا الاستحقاق الهام جدا للانتخابات الرئاسية؟ والله أنا كنت سعيد جدا جدا، طبعا شأن ملايين المصريين، كانت صورة رائعة وصورة حضارية يعني بتظهر الوجه المضيء للشعب المصري قدام العالم كله في مختلف السفارات المصرية في كل دول العالم. صورة حضارية رائعة وإصرار على ممارسة حق دستوري وقانوني، لكن أنا برضو بطالب حتى هذه اللحظة يمكن آخر الإحصائيات أن 150 ألف مواطن مصري أدلوا بأصواتهم في هذه الانتخابات. أنا بطالب السيد وزير الخارجية أن هو يمد فترة التصويت، لأنه إحنا عندنا من 8 إلى 10 مليون مواطن مصري في الخارج، لو أن نصهم لهم حق التصويت أعتقد أن إحنا هنحتاج وقت أكبر. هو طبعا المهلة الفترة هتنتهي مساء غدا بإذن الله، لكن على نسبة التصويت والكثافة العالية للتصويت في اليومين السابقين أعتقد أن هنحتاج أيام أكتر لعملية التصويت عشان كل مواطن مصري يستطيع ان هو وزارة الخارجية ولا اللجنة وزارة العليا الخارجية بتطلب من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية مد فترة السماح بعملية التصويت، لأن دي صورة رائعة. ويعني طب هل كان متوقع ده يا أستاذ محمد؟ هل كانت متوقع الأعداد ديت ان هي تخرج، ولا الموضوع كان مفاجئ يعني؟ هو طبعا كان في توقع، يعني بالقياس للانتخابات الرئاسية السابقة كان في تخوف ان ما يظهرش هذه الأعداد الكبيرة، ومقارنة لكن أيضا بالاستفتاء على الدستور العدد كان قليل يعني نوعا ما. بالتأكيد لا الانتخابات الرئاسية ولا الاستفتاء على الدستور كانت يعني الإقبال بهذه الصورة الرائعة، لكن هذه المرة أعتقد أن الصورة اختلفت كثير جدا جدا، لأن يعني مش هنقول ونكرر ونعيد أن دي يعني انتخابات مصيرية وتاريخية، ويعني ينبغي أن الجميع يشارك فيها، لأن احنا قدام تحدي خطير جدا جدا جدا، لأن الجميع مع الإرهابية بتمارس ضغوط غير مسبوقة من قبل بهدف تعويق عملية الانتخابات، بهدف تعطيلها، بهدف إبعاد المصريين عن ممارسة دورهم. فالصورة صورة رائعة ومشرفة، وأتمنى أن كل مواطن مصري في الخارج يتمكن من الإدلاء بصوته. طيب اسمح لنا ننتقل إلى جريدة المصري اليوم، ومنها بنقرأ مصادر بتتحدث عن تخفيض 35 مليار جنيه من الدعم في الموازنة الجديدة، قرار وشيك برفع أسعار الكهرباء للأكثر استهلاكا، الفئات يعني اللي بتستهلك كهرباء أكثر. رؤية حضرتك لتخفيض هذا الدعم، وهل بالفعل من الممكن أن يصل بالتالي الدعم لمستحقيه؟ هذه العبارة يعني اللي طالما قعدنا سنين نسمعها لكن للأسف لم يكن لها أي صدى أو مردود أو معنى لدى المواطن محدود الدخل يعني. في هذه النقطة تحديدا تستطيع الدولة إن أرادت أن الدعم يصل إلى مستحقيه تماما وبدقة شديدة ومتناهية، خاصة في عملية استهلاك الكهرباء، لأنه مؤشر استهلاك الكهرباء ده يعني ده المؤشر ده، وده مؤشر عالمي على فكرة مش مصري، أن المواطن البسيط بيكون استهلاكه بسيط، المواطن الفقير بيكون يكاد يعني استهلاكه يكاد يكون يعني متواضع جدا جدا جدا، والمواطن اللي بيتمتع بدخل عالي جدا استهلاكه بيكون في زيادة مضطردة، وده كل ده بيبان من فاتورة التليفون، فاتورة الاستهلاك الكهرباء. أنا بقول قبل ما نطبق هذا على المواطنين، ويجب طبعا تطبيقه على المواطن اللي بيتمتع بقدرة عالية على الاستهلاك والإنفاق، إنه هو يدفع حق الدولة وما يتساواش بالدعم مع المواطن الفقير. يعني مواطن استهلاكه فوق 700 كيلو وات ساعة في الشهر
ولا يمكن ان هو يتساوى مع مواطن بيستهلك 50 كيلو وات ساعه او 100 كيلو وات ساعه، ده بياخد الدعم وده بياخد الدعم، فاحنا ما فرقناش ما حد يعني ما وصلناش فعلا الدعم لمستحقيه. انا بتصور ان المواطن اللي بيستهلك اكثر من 400 كيلو وات ساعه يعني شهريا عليه ان هو يعني ايه يتخفف شويه من عمليه الدعم ويترك الدعم اللي مستحقيه بالفعل ويدفع، والفئات اللي بتستهلك اكثر من 1000 كيلو تدفع فعلا الاستهلاك الحقيقي وعليه كمان ايضا هامش ربح من السعر الاقتصادي. لكن قبل ده كله علينا ان احنا يعني الصناعات كثيفة استهلاك الكهرباء، الصناعات اللي هي بتستخدم كهرباء بكميات ضخمة جدا وكميات ضخمة ومدعمة في نفس الوقت وبتصدر هذا الانتاج للخارج، يبقى أنا في هذه الحالة بأدعم المواطن الأوروبي والأمريكي والأجنبي بديله دعم على الكهرباء، وده شيء غير يعني غير مقبول على الإطلاق. يعني أنا بتصور أن الشركات اللي بتنتج سلع وخدمات الحكومة لا تتدخل في تسعير إنتاجها، عليها أن تدفع قيمة استهلاك الكهرباء وعليها هامش ربح أيضا. الشركات التي تبيع إنتاجها بالدولار عليها أن تدفع استهلاك الكهرباء بالدولار، لأن احنا بنستورد السولار والغاز بالدولار، فما ينفعش أنا يعني أستورد بالدولار وأدعم هذه الشركات اللي بتبيع إنتاجها بالدولار للخارج وأديها كهرباء مدعمة وبالسعر المحلي. فقبل ما يتم تطبيق هذا، زي موضوع الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور، جينا طبقنا الحد الأدنى وللأسف الشديد ما عرفناش نطبقه وتركنا الحد الأقصى يعني منفلت تماما، فما يمكنش. أنا قبل ما أطبق الحد الأدنى كان مفروض أن أطبق الحد الأقصى على العاملين بالحكومة، لأنه عن طريق تطبيق الحد الأقصى هيبقى فيه فائض نستطيع أن احنا نوجهه للفئات المحدودة الدخل اللي احنا بنطالب برفع الحد الأدنى ليه. فطبعا عملية رفع الدعم عن الفئات القادرة للاستهلاك المنزلي ده شيء كلنا بنقدره ونحترمه وشيء يعني عادل بالتأكيد. يعني طبعا دايما كان عندنا إشكالية أو أزمة عدم وصول الدعم لمستحقيه، يعني دي من الإشكالية الحقيقة الكبيرة جدا اللي بتواجهنا في مصر. تمام. طب ننتقل إلى أخبار اليوم، و 9.5 مليار جنيه لتوفير السلع الأساسية وتحسين الخدمات العامة، كيف يعني ترى دلالة هذا الرقم أستاذ محمد، وبشكل عام لأي مدى يعني يمثل يعني الأوضاع الاقتصادية في مصر عموما تحدي كبير للرئيس القادم والمنتظر إلى مصر؟ يعني الفترة السابقة أو الفترات السابقة للحكومات المتعاقبة منذ نظام الرئيس الأسبق مبارك، الدولة تركت المواطنين فريسة للتجار الجشعين وتركت عملية توفير السلع والخدمات للقطاع الخاص، وبحجة ان يعني يبقى نشتغل بآليات السوق، لكن للأسف الشديد ما خدتش غير آلية واحدة، ان هي تركت المواطنين البسطاء الغلابة فريسة للتجار الجشعين. التجار هم اللي بيستوردوا، هم اللي بيتحكموا في سعر السلع والخدمات، وهم اللي بيحددوا الأسعار، وما فيش أي آلية على الإطلاق. لكن أعتقد ان الحكومة الحالية يعني أخيرا أفاقت وتأكدت تماما ان لازم الحكومة تدخل طرف في عمل توازن في السوق من حيث عرض السلع والخدمات، وتبقى اللي يبقى فيه منافذ لبيع السلع والخدمات الأساسية للمواطنين، ويبقى بسعر معقول علشان المواطن البسيط يستطيع ان هو يعني يحصل على احتياجاته الأساسية من هذه السلع والخدمات. فلما تدخل الحكومة وتستورد وتعمل منافذ للتوزيع، واعتقد ان السيد عبد الفتاح السيسي في احد يعني ملامح البرنامج بتاعه او خطته ان هو هيبقى فيه مئات او الاف من منافذ التوزيع اللي هيبتدي فيها فورا في حالة ان شاء الله توفيقه ونيله شرف الرئاسة، ان هو هيوفر منافذ لتوزيع السلع والخدمات خاصة في المناطق الشعبية والمناطق الفقيرة ومناطق العشوائيات، لان الارتفاع الرهيب في اسعار السلع والخدمات اعتقد ان حتى اللي هم الطبقة المتوسطة اكتوت بنار هذه الاسعار، فاي رئيس قادم
لازم عليه ان يعي تماما اساسا الطبقه المتوسطه يعني نعم يا فندم ان وجدت اساسا ان وجدت ما اقول حضرتك يعني الكل اكتوى بنار الاسعار المرتفعه. فاتمنى ان اي الرئيس القادم ان تكون هذه النقطه نصب عينيه وان يتصرف فورا. يمكن برضو كان احد الحوارات السيد عبد الفتاح السيسي قال ان دي حاجات من الاساسيات. فالبعض بيقول لك الله طب وانت يعني هي دي الخطه. طبعا ان انت توفر السلع والخدمات للمواطن البسيط والطبقه المتوسطه الغير موجوده والناس اللي اكتوت بهذه الاسعار ده حل سريع ويجب ان الحكومه تدخل فيه فورا وتوفر اكبر عدد ممكن من منافذ التوزيع عشان يبقى فيه توازن في السوق، ما يبقاش المواطن فريسه لبعض التجار الجشعين اللي بيتحكموا في الاسعار وبيفرضوها ومحدش بيقدر يتدخل قدامهم بحجه اعمال اليات السوق. طب استاذ محمد اسمح لنا كده نبتدي مع حضرتك استعراض يعني لابرز العناوين المتعلقه بحملات المرشحين الرئاسيين عبد الفتاح السيسي وحمدين صباحي. هنبتدي بالوطن، السيسي وصباحي المناظرات بالوكاله، مؤيدو المشير يستعرضون بالمراكب في الاسكندريه، وحمدين عملنا ثورتين والعسكر حكموا بعدهم. طيب يعني احنا زي ما قلت لحضرتك كده احنا بنبتدي كده ابرز العناوين المتعلقه ب يعني حملات المرشحين الرئاسيين في عدد من الصحف. بدانا بالوطن، انا بس بتستوقفني جمله حمدين عملنا ثورتين والعسكر حكموا بعدهم، في اي سياق حضرتك بتقرا هذا التصريح؟ يعني الـ 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 الاخ حمدين صباحي زميل عزيز وزميل دراسه واعلامي في نفس الوقت، بس هو في الاساس مناضل. فانا بتصور ان هو يعني شاطر في بيرمي عناوين ومنشتات كده، عارف ان دي هتنزل منشتات في الجرايد وعارف ان دي بيتسمع ويبقى ليها وقع خاص. هو قال عملنا ثورتين عملهم الشعب المصري. صحيح، الشعب المصري بكل فئاته هو اللي عمل هاتين الثورتين. والعسكر لم